بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إخواني أخواتي عمود شوف تشوف لرشيد نيمي. اليوم هي الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2018 تحت عنوان فاتك القطار. من فضلكم إخواني أخواتي لا تنسوا الاشتراك بالقناة وكذلك تفعيل زر الجرس لتتوصلوا بجديد العمود ليلة صدوره، وشكرا. ولنبدأ على بركة الله في قراءة العمود. فاتك القطار، الجزء الأول. ليس هناك مرضى بالزهايمر أكبر من السياسيين، فهم ينسون بسرعة وأحيانا يعتقدون أن بإمكانهم أن يتغابوا على الناس بارتدائهم جلود الحملان لإخفاء أنياب الذئاب التي يكتسبونها طبيعيا. ومشكلة السياسيين عندنا أنهم يرفضون مغادرة المشهد السياسي بالخطر وبعزهم وكرامتهم، ويقسمون جهد أيمانهم ويصرون على عدم المغادرة إلا وهم مبهدلون مهانون. شباط رفض المغادرة فتمت بهدلته، إلياس العماري غادر وتنادم معاه الحال فعاد لكي يبهدل ويغادر مهانا، وبن كيران رفض أن يغادر المشهد السياسي بشرف عندما تخلى المخزن عن خدماته وصرفه عن الحكومة وشؤونها، وقرر أن يتشبث بالوام معتقدا أن إخوانه في الحزب سيقفون إلى جانبه وسيمنحونه ولاية ثالثة عليهم لكي يستمر في حربه على طواحين الهواء. فإذا به اليوم يكتشف الحقيقة المرة التي أشرنا إليها في أكثر من مناسبة، وهي أن إخوانه ليسوا مناضلين طوارا بل مجرد طلاب مصالح ومناصب يأتي أغلبهم من هوامش المغرب إلى الرباط حافيا نحيلا ويستحلي لبس البدلة وربطة العنق فيتكرس ويتحنك ويترقى طبقيا ومهنيا ويستبدل شقة السكن الاقتصادي بفيلا في منتجع الهرهورة. لذلك رفض برلمان حزبه التجديد له لولاية ثالثة، وخرج الرباح يصف بن كيران بالصنم ويقول إنهم ليسوا عابدة أصنام، متناغما مع يتيم الذي سبق له أن قال إن بن كيران ليس رسول الله. اليوم نكتشف أن بن كيران لا يعتقد فقط أنه مبعوث من الله وأنه تحول إلى صنم فقط، بل إنه صار يعتقد أنه قادر على العودة إلى الحياة من القبر، وهذا ما قاله في مؤتمر شبيبة حزبه عندما قال إنه سيعود من القبر إذا أراده الشعب. ظاهر كلام بن كيران يعكس رغبة جارفة في تصدر المشهد، لكن باطن كلامه يخفي مخططا انقلابيا مدروسا ضد الحكومة، وقد بدأ فعلا في تنفيذ مخططه بتأزيم الوضع داخل أغلبية حكومة العثماني انتقاما من إعفائه من رئاسة الحكومة وعزله من طرف إخوانه من قيادة حزب العدالة والتنمية، وهو ما فطن إليه قادة أحزاب الأغلبية، ما جعل دريس الجقر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي يحذر أعضاء المكتب السياسي لحزبه وفريقه البرلماني بمجلس النواب المستشارين من الانسياق وراء استفزازات بن كيران وأتباعه داخل البرلمان. وقد بدأت تتضح معالم هذا المخطط الاستعجالي منذ الأسبوع الماضي من خلال الأزمة التي تسبب فيها نواب حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أثناء مناقشة ملف تقاعد البرلمانيين وداخل لجنة العدل والتشريع أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة والقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك المناوشات مع فريق الاتحاد الاشتراكي خلال جلسة الأسئلة الشفوية. وبدت الصورة أوضح خلال الجلسة العامة للمؤتمر السادس لشبيبة حزب العدالة والتنمية عندما اختار بن كيران بنفسه في أول خروج له منذ عزله من قيادة الحزب مهاجمة المحيط الملكي وعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار، بالإضافة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي. وزاد بن كيران من تعميق الأزمة داخل الأغلبية الحكومية معلنا تأييده لموقف الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب تحت قيادة ذراعه اليمنى إدريس الأزمي الإدريسي الذي ترشح لمنافسة العثماني على الأمانة العامة للحزب، بتأكيده على أن حزبه لن يتراجع عن مقترح قانون إلغاء تقاعد البرلمانيين ولو أدى ذلك إلى سقوط الحكومة، ووصف موقف أحزاب الأغلبية الأخرى الرافضة لمقترح حزبه بأنه أسلوب البلطجية، في إشارة إلى حزب الأشقر الذي يتولى رئاسة مجلس النواب. ويظهر من كلام بن كيران أن الرجل ما زال يحن نفسيا إلى الماضي ويتقمص دور رئيس الحكومة وأمين عام حزبه، خصوصا عندما قال إنهم لن يتنازلوا في موضوع تقاعد البرلمانيين. واش بن كيران عند باله باقي أمين عام حزب؟ بأي صفة إذن يطالب ويأمر ويعطي التعليمات؟ ومن يعود إلى جلسات واجتماعات مجلس النواب سوف يلاحظ أن مناوشات غير مسبوقة قادها برلمانيون محسوبون على بن كيران ضد حلفائهم داخل الأغلبية البرلمانية والحكومة، ولم يسلم من ذلك حتى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد
عندما فرض عليه برلماني حزبه تعديلات في على قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن طريق التصويت بالأغلبية، ما جعله يهدد بطرح سحب الثقة من الحكومة أمام البرلمان. أما لجنة العدل والتشريع فقد شهدت مواجهة ساخنة بين أتباع بن كيلان ووزير الوظيفة العمومية الاتحادي محمد بن عبد القادر، وانتقلت المواجهة إلى جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، والتي شهدت قربالة بين نواب فرق الأغلبية المساندة للحكومة، عندما احتج فريق العدالة والتنمية على إلقاء إدريس الشطيبي نائب رئيس مجلس النواب الذي ترأس الجلسة عن فريق الاتحاد الاشتراكي لكلمة حول الاحتفال باليوم العالمي للثقافة الأفريقية. هكذا أخرج بن كيلان في الوقت الضائع رشاشة المعبأ برصاص بيريمي وشرع في إطلاق النار في كل الاتجاهات، متقمصا دور أكبر معارض في المملكة وناسيا أنه ترأس الحكومة خلال 5 سنوات. وخلال فترة تحمله المسؤولية تمكن من فرض قرارات لا شعبية استهدفت جيوب الطبقة الفقيرة والمتوسطة لم تقدر أي حكومة من قبله على تمريرها. والظاهر أن بن كيلان أصبح يعاني من فقدان الذاكرة، خصوصا عندما انتقد الجمع بين السلطة والثروة، ناسيا أن حكومته هي التي وضعت القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة، وهو قانون على المقاس يسمح بالجمع بين الوزارة والاستثمار، ونسي أنه عندما صار في الحكم رفع شعار عفى الله عما سلف بالنسبة للأغنياء، وشرع يدافع عن اقتناء الأغنياء ويسحق الفقراء بالضرائب، كما نسي أن حزبه وفر غطاء سياسيا لرجال أعمال يستفيدون من انتمائهم للحزب الحاكم من خلال هدايا ضريبية باستمرار العمل بالامتيازات الممنوحة للأغنياء الكبار في الميدان الضريبي، ما نتج عنه تخلي الحكومة عن 3600 مليار من الضرائب، وفي مقابل ذلك فرض ضرائب جديدة على الفقراء. وإذا عدنا إلى خطب بن كيلان منذ تحمله مسؤولية رئاسة الحكومة، فإننا نجد أنه كان يدافع بقوة عن الأثرياء والأغنياء بحجة أنهم هم من يحركون الاقتصاد ولا تنبغي إخافتهم، وقال إن الأغنياء يطبقون القانون وعليهم أن يتمتعوا بعملهم وجهدهم لأنهم يساهمون في حركية الإنتاج، وأن مشروع حزبه ليس ضد رجال الأعمال ولا الأغنياء، كما أنه غازل هذه الفئة وأعلن أن حزبه يدعم الأغنياء بقوله واش بغيتونا نبقاو غير ربعة ديال المزالات ولا كيفاش. وإذا نسي بن كيلان ما كان يقوله هو ودراعه اليمنى الأزمي فنحن لم ننسى، فإدريس الأزمي الإدريسي الوزير البكاي السابق المكلف بالميزانية والقيادة بحزب العدالة والتنمية عارض بشدة فرض ضرائب جديدة على الأغنياء، كما أشعر الفيتو ضد كل التعديلات المقترحة للزيادة في الضريبة على ثروة الأغنياء والتي تسمى بالضريبة على الدخول والأرباح الناتجة عن الثروة، ورفض الزيادة في الضريبة على الشركات الكبرى التي تحتكر استغلال الثروات الأرضية. وبرر الأزمي هذا الرفض بكون فرض الضريبة على ثروة الأثرياء ستكون له آثارا سلبية على الجانب الاستثماري بالمغرب، ومن شأن فرض هذه الضريبة التشجيع على التملص الضريبي مما سيؤثر على موارد خزينة الدولة. وأثبت فعلا أن الحكومة تحمي هذه الطبقة مقابل الزيادة في الضرائب التي تمس الطبقات المتوسطة والفقيرة. إلى هنا تنتهي حلقتنا، أتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم، كما يسعدني تعليقكم وإعجابكم، ودمتم في رعاية الله إلى أن ألقاكم غدا في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم يا أخواني أخواتي عمود شوف تشوف لرشيد نيني ليومه الأربعاء الموافق 7 فبراير 2018، تحت عنوان فاتك القطار في جزئي الثاني. من فضلكم يا أخواني أخواتي لا تنسوا الاشتراك بالقناة وكذلك تفعيل زر الجرس لتتوصلوا كل يوم بجديد العمود ليلة صدوره، وشكرا. ولنبدأ على بركة الله في قراءة العمود. عندما ينتقد بن كيلان دعم التقاعد البرلمانيين اليوم فإنه ينسى أن حكومته هي التي وضعت قوانين تسمح بتعدد التعويضات بالنسبة للبرلمانيين ورؤساء الجماعات، وحافظت على تقاعد الوزراء دون الاشتراك في صناديق التقاعد، كما تحول حزب العدالة والتنمية خلال 5 سنوات الماضية إلى ما يشبه شركة للترقي الطبقي والمهني السريع من خلال توزيع الحقائب الوزارية والتعيين في الدواوين الحكومية والمناصب العليا، بحيث كل وزير يحصل على حقيبة وزارية له الحق في تعيين 30 مستشارا بديوانه بأجور شهرية تفوق 3 ملايين سنتيم. وأصبحت التعويضات التي يحصل عليها رؤساء المجالس الجهوية والجماعية مضاعفة في عهد بن كيلان،
كما أن جل المدن الكبرى يترأسها أعضاء من الحزب، وهم في الوقت نفسه برلمانيون يحصلون على التعويض البرلماني بمبلغ 36 ألف درهم تنضاف إلى 30 ألف درهم تعويضا عن رئاسة مجالس المدن، يعني في المجموع 66 ألف درهم ما يعادل تعويضات وزير في الحكومة. والنتيجة هي أن برلمانيا اسمه عبد الله بوانو يجمع بين البرلمان وعمودية بلدية مكناس كاد عمال مطرودون من مصنع للنسيج أن يدهسوه تحت أقدامهم لولا حماية الأمن. كما أنه في وقت سارع بن كيران إلى تمرير تقاعد الفقراء الذي يستهدف الآلاف من الموظفين، استطاع أن يضمن تقاعده المريح له ولأعضاء حكومته المنتهية ولايتها، والبالغ عددهم 40 وزيرا تبلغ قيمته 39 ألف درهم شهريا يحصلون عليها مدى الحياة، مع حصولهم على منحة سخية تسمى منحة نهاية الخدمة قيمتها 70 مليون سنتيم. وفي المقابل ساهم عندما كان رئيسا للحكومة في إقبال مقترحات إصلاح تقاعد البرلمانيين، رغم وجود المبررات نفسها التي دفعت الحكومة إلى استهداف تقاعد الموظفين وهي إفلاس صناديق التقاعد. لكن الوزراء وجدوا في بن كيران محاميا قويا استطاع الدفاع عنهم لتأمين تقاعد مريح. وسبق له في لقاء مع شبيبة حزبه بنواحي مراكش أن وصف الحملة الشعبية لإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء بالحملة الشعبوية. وعندما يهاجم بن كيران أخ نوش اليوم، فإنه ينسى أنه حين كان حليفه بالأمس القريب نعته بالرجل المعقول والوزير الأقرب إليه، ووصل إلى درجة تهديد بتقديم استقالة من قيادة حزب العدالة والتنمية احتجاجا على مهاجمة أتباعه لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعلى رأسهم أفتاتي الذي قال عنه بن كيران: أفتاتي تبعني، هل من المعقول أنني أحاول أن أدخل أخ نوش للحكومة وهو يتحدث عنه بتلك الطريقة؟ سأكون مضطرا إلى الذهاب مع أفتاتي بعيدا، منعناه من الترشيح في انتخابات 2015 و2016 وهو مواصل. اسمحوا لي أيها الإخوة، تحملوا مسؤوليتكم، لا تظنوا أنكم كلكم مزيانين، ومن لم يستطع أن يوقف الاختلالات التي عنده في الداخل لا يلوم إلا نفسه إذا جاءت الضربات من الخارج. غدا ستكون مسؤولنا السي أفتاتي مع عزيز أخنوش، بأي وجه ستلتقي وتسلم عليه؟ هل نحن لا نعرف عزيز أخنوش؟ رجل طيب ولد الناس، تعاملنا معه 5 سنوات بكامل الانسجام داخل الحكومة. مرة واحدة وقع بيناتنا سوء تفاهم، حتى إذا أراد الإنسان التعبير عن رأي أليس هناك الأدب والصواب؟ اسمحوا لي أيها الإخوان، هل يوجد شخص يذهب لخطبة بنت شخص ما وأولاده يضربون بيته بالحجر؟ سخفتونا. فهل عندما كان بن كيران يؤلف قصائد المدح في حق أخ نوش لم يكن هذا الأخير مليارديرا توجد مجموعته ضمن أكبر المجموعات في المغرب؟ فلماذا اليوم فقط أصبحت ثروة أخ نوش تشكل عقدة لبن كيران وليس عندما كان رئيسه في الحكومة؟ وعندما كان بن كيران في رئاسة الحكومة كانت الوضعية الاقتصادية جيدة، ودابا ملي مابقاش ولات الوضعية صعيبة. لكن خصو يكشف للرأي العام شكون وصل البلاد لهذه الوضعية. وإذا رجعنا إلى آخر تقرير أصدره المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ ميزانية سنة 2016 وهي آخر ميزانية وضعها بن كيران قبل مغادرته للحكومة، سنكتشف أنه أغرق البلاد في الديون الخارجية، حيث أن مجموع دين خزينة الدولة واصل وتيرته التصاعدية ووصل إلى مستويات قياسية متجاوزا كل الخطوط الحمراء المسموح بها. إذا ارتفع من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016، مسجلا مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم، أي بزيادة 4.5%، فضلا عن عدم إنجاز مشاريع استثمارية، وكان يتم ترحيل الاعتمادات المخصصة للاستثمار من سنة مالية إلى أخرى وبنسبة إنجاز ضعيفة. والخطر في الأمر أن حكومته تلاعبت في الأرقام لكي تظهر أنها ساهمت في تقليص العجز الذي وصل في نهاية حكومة بن كيران إلى 40.6 مليار درهم، أي بمعدل 4.1% من الناتج الداخلي الخام. وفي ظل هذا التراجع العام لفرص الشغل والقدرة الشرائية، نكتشف أن الوحيدين الذين استفادوا بشكل كبير من وجود بن كيران في قمرة القيادة الحكومية هم أطر الحزب وأعضاء التوحيد والإصلاح. وهذا ليس مجرد تخمين، بل هناك إحصائيات بالأرقام كشف عنها بحث نشرته الإيكونوميست يظهر أن المناصب العليا التي شغلها حزب العدالة والتنمية بالوزارات ما بين 2012 و2017 بلغت 334 منصبا عاليا عندما تم دجنبر 2017، منها 52 منصبا في 2017 و55 منصبا في 2016،
و60 منصبا في 2015 و59 منصبا في 2014 و108 مناصب في 2013 ومنها 31 كاتبا عاما و243 مديرا مركزيا و12 مفتشا جهويا لمجاليات ترابيه و26 مفتشا عاما و22 مديرا لمراكز الاستثمار الجهوي و82 مهندسا عاما و3 مهندسين عامين للمجاليات الترابيه. وفي المؤسسات العموميه والجامعات ومع تكوين الاطر استطاع حزب العداله والتنميه ان يوظف 383 من اتباعه في الفتره المذكوره، منها 13 رئيسا للجامعات و76 عميدا للكليات و109 مديرين بمدرسة ومعهد عاليين و3 مديرين مؤسسات كبرى و132 مديرا لمؤسسات عمومية، ليكون مجموع المناصب العليا التي استفاد منها هذا الحزب هو 762 منصبا. الجميع يعرف أن خرجة بنكيرا التي فتح فيها النار على المحيط الملكي وحليفي حزبه في الحكومة هي استنساخ باهت لخرجة مشابهة قام بها عندما أقنع حزبه قبل سنوات بأن المرحلة آنذاك كانت تقتضي في قيادة الحزب زعيما سياسيا من طينته لكي يتصدى لحزب الأصالة والمعاصرة. اليوم أفل نجم هذا الحزب الجرار بعدما مسخ إلياس العماري فكرته الأصلية وحوله إلى حزب تحوم حول قيادته التهم والشبهات، وأصبح الخصم السياسي الذي يهدد وجود العدالة والتنمية هو حزب الأحرار، خصوصا بعدما استطاع الفوز بأغلب مقاعد الانتخابات الجزئية الأخيرة. غير أن الشعب الذي صدق بن كيران ومنحه أصواته لمواجهة الفساد والاستبداد اكتشف أنه باعها في سوق الدلالة وعقد مع الفساد صلح الحزيبية، واليوم عندما انتهت فترة صلاحيته هو وحزبه أتى يعيد الأسطوانة نفسها مطالبا الشعب بإعادته من القبر لكي يواجه الفساد والاستبداد. وعندما يقول بن كيران أنهم لم يربحوا المناصب من موقفهم من الملكية فهو لا يقول الحقيقة، والدليل على ذلك أن لائحة المناصب التي حصل عليها حزبه وحركته الدعوية طويلة وعريضة. ولذلك فخرجة بن كيران اليوم بعدما اللي أعطى الله أعطاه تنطبق على ما قالته المغنية يا اللي حتى فات الفوت عاد سولني كيف بقيت ويلي ويلي ويلي، أو بتعبير علي عبد الله صالح الرئيس اليمني المقتول فاتكم القطار. إلى هنا تنتهي حلقتنا، أتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم ودمتم في رعاية الله، إلى أن ألقاكم غدا في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.